يزعم هؤلاء بأنهم يحبون الرسول، فأتوا بالمولد، فاحتفلوا بالمولد وأتوا بالمذائح، فما حكم الاحتفال بالمولد حيث يزعمون بأنه حب للرسول؟ القاعدة اللي ذكرت لك، طيب، من أحب الرسول فليتبع سنته، من أحب الرسول فلا يبتدع في دينه ما ليس منه، ولنا ولغيرنا كتابات في هذا الموضوع وبيانات، والذي نسأل الله تعالى إياه أن يهدي إخواننا للصراط المستقيم. ويا سبحان الله، أين أبو بكر؟ أين عمر؟ أين عثمان؟ أين علي؟ أين الصحابة؟ أين الأئمة عن هذا؟ أجهلوها أم فرطوا فيها؟ لا يخلو الأمر من أحد أمرين، إما أنهم جاهلون بحق الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا يقيموا احتفالا لمولده، أو أنهم مفرطون، تذهب القرون الثلاثة كلها لا تعلم بهذه البدعة، ونقول إنها مشروعة، إنها محبوبة إلى الله ورسوله، إنها نافعة لمن قام بها. هذا لا يمكن. ثم إنه يحدث في هذه الموالد من المنكرات العظيمة والغلو بالرسول صلى الله عليه وسلم شيء كثير، فنسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا الاتباع، نسأل الله تعالى إيمانا لا كفر معه، آمين، ويقينا لا شك معه، آمين، وإخلاصا لا شرك معه، آمين، واتباعا لا ابتداع معه، آمين.